كل الأيام، ونحن جميعا في رعاية ملك الملوك القدوس رب الأرباب الذي تجسو أمامه كل ركبة، ما في السماء وما على الأرض وما تحت الأرض، ويعترف كل لسان أن المسيح رب، لمجد الله القدوس يتمجد اسمك يا رب في صلوات كنائسك ومحبة شعبك للكنيسة، وجميعنا خاضعين وجاثين وساجدين نضرع إليك أيها المسيح القدوس أن تحفظ شعبك كنيسة ورعاه وشمامسة، وكلنا يا رب في رعايتك وحمايتك، وإلى الأبد ندعوك دائما أبونا السماوي، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفايتنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين، منتصرين وفرحين ودائما إلى المسيح ضارعين، وهو الذي يستمع إلى صلواتنا ويفرح القلوب ويعطي شعبه أن يكونوا دائما غيورين على كنيستهم بالحضور إليها، وفيها يكون الملء المقدس للضمائر الحية التي ستستقبل روح الله القدوس في الأعماق وفي الرؤوس والفكر والقلوب. الله هو اللي بيكلمنا وبيعلمنا، وكل كلمة تأتي منه فيها شبع، فيها حياة، فيها نصرة، فيها قيامة، قيامة في الأرض ومنها إلى السماء، التي نصلي دائما أن تكون مع كل فرد منا، ونشكره لأنه يستمع إلى صلواتكم ويفرح بشعبها، الشعب الغيور التقي والنقي، والذي يرى في الجميع أبناء له، لا فرق بين هذا ولا ذاك، بل كلنا أبناء السماء التي تلاحظنا برعاية خاصة ومحبة قوية، وليست هنالك طرق أخرى تستطيع أن تبعدنا عن الرب يسوع الذي أحبنا وجذبنا إليه. اجذبني وراءك فنجري أنا وبيتي وأولادي والجميع سويا باشتياق وبرغبة مقدسة ومحبة، وأين المحبة فلتثبت فيكم هذه الثلاثة، إيمان رجاء محبة. نشكرك يا رب، المجد لاسمك أولا وأخيرا، وجميعنا والصليب مرفوع على كل بلادنا. لقد خص الله مصر بحب خاص وقال من مصر دعوت ابني، الرب عندنا وبيننا حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي اكون انا في وسطهم. كلمة الله نافذة، ومنها العزاء والشفاء والقوة، ونشكر الله اللي جمعنا سويا لكي نفرح ونذهب إلى بيوتنا ونحن في ملء البركة والنصرة، وهو القادر أن يرعانا إلى الأبد وأبد الآباد. ربنا يسوع المسيح يحفظ شعبه كبارا وصغارا، أحباء أعزاء أنقياء وأتقياء القلوب، والصليب دائما مرفوع على بلادنا وفي قلوبنا، مرفوع في بلادنا
وعلى قلوبنا. كلمة الله نافذة من العقل والمخاخ وكل موقف. ربنا يفرحكم. والمهم الفرحة والزغروتة. يوه طيب خلاص. هذه بقوله بتاعتكم اللي بتصلوها الملك المجد. يا ملك السلام يملأ القلوب بالسلام ويغمر النفوس بالفرح ويدعونا إليه صباحا ومساء وكل حين لكي نكون دائما مصلين وعابدين بالروح والحق، ولتثبت فيكم هذه إيمان رجاء محبة. يا رب نحب بعضنا البعض ونحب كنيستنا ونحب جميع الشعوب، والكل مدعوهم يدعوهم الله إلى وليمة العرس لكي يكونوا جميعا أبناءه البررة الأحباء والأعزاء والذين يقودهم الروح القدس بنعمة خاصة تشبعهم وتسعدهم وتفرح القلوب كبارا وصغارا شيوخا وأطفالا. لكم سلام من المسيح وبركة دائمة ونصرة كاملة، وهو الذي يرعانا ويهتم بكل احتياجاتنا ولا يعوزنا شيء لأن السماء تعتني بنا دائما. سلام للقديسين، سلام لأبناء الملكوت، سلام للكنيسة العامرة بأبنائها وهي تدعو الجميع ليكونوا واحدا من أبناء الكهنوت والشمامسة والشعب. لا فرق بين كبير وصغير، بل كلنا أبناء الملكوت وأحباء الحاضرين والغائبين. والروح القدس الذي وهبنا دائما في كنائسنا أن نكون متحدين بالروح هو الذي يقودنا، ونحن في الكنيسة وخارج الكنيسة في الأرض وفي السماء أيضا. عشتم جميعا فرحين منتصرين، والصليب مرفوع نحو السماء وعلى رؤوسنا جميعا، ونحن نحب مسيحنا الذي أحبنا وصلب لأجلنا، مات على الصليب وغفر لنا خطايانا، ومستمر فيما بيننا وحتى النهاية. نحن أبناء المسيح الشاكرين والذين نسألهم دائما أن يكونوا حاضرين وبالنصرة مكللين وبالروح القدس ممتلئين. سلام للأحباء والأعزاء. شكرا شكرا يا إلهي. ننصرف وكالمعتاد أقول انصرفوا بسلام وتعالوا تاني. سلام شكرا شكرا. سلام والامتحانات وغير امتحانات. ربنا يساعد الكبار والصغار، ربنا يساعدنا جميعا ويرعانا بمحبة خاصة ويدعونا إلى كنيسته في وليمة العرس والصلوات والترانيم والقداسات، وجميعا في بيوتنا متحدين العائلة الكبار والصغار لكي نسأل إلهنا في صلواتنا أن يتقبلها دائما ويشملنا بالرعاية القوية والمحبة الغافرة والمتسامحة.
يا رب سلام.